تستقبل مزيدا من هجمات جماعة الحوثي قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب السعودية. ينقل التلفزيون السعودي الرسمي عن بيان للتحالف أنه جرى تدمير الطائرة المسيرة، فيما يؤكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين إصابتها هدفها. يغرد يحيى سريع أنه حق مشروع ردا على ما يسميه الحصار والعدوان المسلطين على اليمنيين. تلك رسالة حوثية حديثة لرفض الوساطات الأخيرة، تضاف إليها حصيلة الموت في انفجار قرب محطة بنزين بسوق شبواني في مدينة مأرب، حيث تدور آخر المعارك بين قوات الشرعية والقوات الحوثية. تقول الحكومة الشرعية إن التفجير ناجم عن هجوم بصاروخ أطلقته قوات الحوثيين. قد لا يستمر الإعراض الحوثي عن جهود الوساطات من بعد هبوط هذه الطائرة العمانية على مطار العاصمة اليمنية صنعاء. نزل منها قادة حوثيون منعوا من المجيء إلى هنا منذ سنوات، كان المنع سعوديا والتصريح لهم سعودي أيضا. يرافقهم وفد عماني مهمته شد الوساطة الأخيرة وإقناع القادة الحوثيين بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات السلام المسنودة باهتمام أمريكي غير مسبوق. موازاة مع ذلك، وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك في العاصمة العمانية مسقط يسلم السلطان هيثم بن طارق رسالة من الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي: ضروري الالتفات للمبادرة العمانية الأخيرة، ربما لن تجد لها وسيطا جماعة الحوثي إن أفشلت المسعى العماني، وأمريكا على لسان مبعوثيها حملتهم المسؤولية الرئيسية عن رفض الانخراط في مبادرات السلام، وقد تعيدهم إنهم استمروا كذلك إلى قوائمها السوداء.